رد فعل جامد جدا الاغنيه من الاغاني اللي ثابت في وجدان الشعب المصري كله اثر طيب في الوقت اللي بعض الاغاني ما سابتش اي مردود ايجابي. بتكلمنا عن الاغنيه وخصوصا ان في بعض المشاكل مع رامي كمان وزينا وسط المشاكل المشاكل ده هو كان يعني سوء تفاهم مع عاش يومين وكان مع الشركه المنتجه بتاعت رامي مش مع رامي نفسه. كان رامي طبعا كان ليه دور كبير في نجاح الاغنيه وهو من اجمل الاصوات المصريه وانا شخصيا بحبها والموضوع خلص من زمان لكن الغنى طبعا الحمد لله انها وصلت للناس وانها يعني نجحت زي ما الناس بتقول يعني اتمنى ده وانا كنت حاسس ان نجاح الغنوة لازم تتحط في قلبه يعني انا اللي دفعني ان انا اعمل البوم في الاساس هو نجاح الغنوة بحبك يا فلان كنت حاسس ان انا عايز يعني اخليها في سي دي او انها تبقى موجوده في سي دي الفكره دي يعني توافقت مع رغبه محمد حامد في الميوزك ومع جود ميوز فعملنا البوم كامل وطني كله اغاني وطنيه عشان تبقى بحبك يا بلادي جزء من سي دي اول سي دي يعتبر ليا وطبعا انا فخور بنجاح الغنى بحمد ربنا عليها وهو توفيق من عند ربنا في الاول في الاخر وهي عشان خاطر الغنى بتتكلم على ناس هم اعظم ناس في تاريخ مصر الحديث هم شهداء 25 يناير فعشان كده الغنى نجحت. طيب بصفتك من المشجعين الكوره وخصوصا نادي الزمالك وشفنا لك اكتر من اغنيه ناجحه جدا عن نادي الزمالك بتكلمنا عن الاحداث اللي حصلت في الكوره دي وجهه نظرك ايه؟ كمصري اولا وثانيا كمان عندي حس وطني على الاحداث اللي حصلت في بورسعيد مالهاش علاقه بالرياضه ومالهاش علاقه بمصر ومالهاش علاقه باي حاجه في الدنيا وهي كانت ماساه ماساه كبيره جدا وماساه ما تقلش لحدها عن الشهداء الثورة وحاجة مؤسفة لكل المصريين وحاجة بتخلينا نشعر بالخزي والعار يعني ما اقدرش اقول لك انها ليها علاقة خالص بالرياضة ولو هي الرياضة نتيجتها كده يبقى احنا مش فاهمين الرياضة ما ينفعش يبقى فيها عندنا رياضة بشكل واحد لوقت واحد طبعا انا ماليش تعليق عليها اكتر من ان انا في منتهى الحزن وفي الاسف على ضحايا الشباب الصغير اللي هو مشجعين النادي الاهلي اللي راحوا عشان خاطر يشجعوا فريقهم ورجعوا ما رجعوش عشان مش حاجه بس اعتقد انها هتبقى يعني نقطه سوداء في تاريخ مصر لمده طويله مش هنقدر ننساها بسهوله. طيب شايف ان الاعمال الغنائيه على مدار السنة اللي فاتت دي كلها اللي اتكلمت عن الشهداء اللي اتكلمت عن الثورة المصرية شايف أكثر عمل أثر فيك بصرف النظر عن العمل بتاعك اللي كان من أنجح الأعمال؟ غنوة محمد منيع غنوة صوت حرية بيني كمان غنوة أغنية غنوة فريق أغنية اللي هو بحبها جدا غنوة بتاعت الثورة نزلت برضه على الأرض بتاعت الثورة على طول غنوة أغنية ليس بديل اغلب الاغاني عجبتني يعني اغلب الاغاني عجبتني وخلي بالك ان نجاح غنوة عن غنوة ده بيبقى مثير عن غنوة ممكن تكون في اغاني احسن من البلاد بس هو زائد ان بلادي فيها كلمه السر نجاح اي غنوة خلال 60 سنه اللي فاتت هي مليح حمدي مليح حمدي اي حاجه عملها اي حاجه هو بيعرف بيعمل اغاني بينجح وبيكسر الدنيا فمجرد وجود جزء من الغنوة من الحان مليح حمدي فده كفيل ان هو ينجح. طيب ادينا تفكير عن مجموعه العمل معاك في الجيل والالبوم الجديد الحالي توزيع اسامه عبد المنعم موجود معانا النهارده واحمد عادل في اغنيه من كلمات الشاعر والصحفي الاستاذ عمر طارق صديقي اللي هي في مصر الاصلي وفي قصيده للشاعر الكبير الشاعر عوض بدوي اللي هي لما الوطن بيصور قصيده رائعه يمكن اول مره حد ينزل قصيده كامله في البوم وعاملين لها خلفيه موسيقيه كده عملها مهندس صوت محمد اعتقد انها مختلفه خالص لما تسمعها هتحس انها ما سمعتش الشكل ده قبل كده في البوم غنائي يعني والالبوم عمله ميكسنج وديجيتال ماستر هاني محروس هم دول يعني الناس اللي يعني عمر طاهر وعوض بدوي وهاني محروس ومنتج محمد حامد ولينا دول الناس اللي هم السبب في ان النهارده في بريس كونفرنس الالبوم راجع مش كله محروس. بحس اكيد هو كان شايف ان الثوره المصريه رايحه خير ان شاء الله او اي ثوره يبقى في بعدها فتره من
يعني من الاضطراب شويه. ده طبيعي جدا ان شاء الله. نتمنى انها تكون فتره قصيره ان شاء الله. البلد اتحدت مجلس الشعب ومجلس الشورى, يبقى في رئيس منتخب ويبقى في تسليم كامل وطبيعي وفي ميعاده للسلطه من المجلس العسكري اللي شايل مسؤوليه كبيره الفتره اللي فاتت, مشكور عليه ويرجع للسكنات والدوله تبدا, الدوله المدنيه تبدا تظهر والشعارات اللي احنا نادينا بيها اللي اهمها الحريه تتحقق بعد الثوره. مش ان الثوره تودينا الكبت او تودينا التقليل من الحريات او تودينا المحاذير على الفن وعلى الابداع عامه. الثوره دي قامت عشان الشباب يعبر عن نفسه ويحر, فما ينفعش ننتخبهم يعملوا عكس اللي احنا ما بنعملش. يعني ده شايف في بعض التلميحات منك كده على صوت الطائرات الاسلاميه, هل في تخوف من الفنانين؟ مفيش تخوف, الفن ما حدش يقدر يوقفه والمزيكا ما حدش يقدر يوقفها, واي حد بيحكم مصر لو يتخيل ان هو يقدر يوقف الابداع ويوقف الفن مش فاهم الشعب ده. الشعب ده معجون بالفن ومعجون بالابداع ومعجون بالمزيكا. الشعب ده هو سيد درويش وهو عبد الوهاب وهو ام كلثوم وهو بليغ حمدي وهو عبد الحليم حافظ. لو الناس دي كانوا حرام يبقى احنا ما نعرفش حاجه وما عندناش مخزون عاطفي ولا رومانسي ولا احنا افكارنا وذكرياتنا كلها بالاغاني وبالفن وبالاعمال الفنيه وبالافلام. بتحب تخلد الثوره خلتها الاغاني, لو بتحب تخلد حرب اكتوبر بتخلدها في فيلم. لو الحاجات دي حرام يبقى احنا ما عندناش ذاكره ثقافيه ولا مخزون ثقافي. الحاجه اللي بتميز مصر في الوطن العربي من اهم الحاجات اللي بتميز مصر هي هو ابداع ابنائها على مر التاريخ. مش ممكن حد يحرم ده. اسمح لي, انت واحد من المطربين والشبان اللي بيقدموا فن راقي, بيقدموا كلمه ومعنى, بيقدموا لحن, عندهم امكانيات فنيه لما بتظهر من جمهور الجمهور كله بيشد بيها. في نفس الوقت على النقيض في بعض الفنانين او بعض ما يسميه المطربين والكلبات, انت شايف ان النغمه دي انت هتنفيها عشان خاطر بص الحكم الطبيعي هو الناس. الناس اللي بتكلم معاهم دول ما يعني فينهم؟ عندهم فين؟ في الاخر انا مش مع الرقابه على فن. في حدود طبعا, حاجات ما ينفعش تتساب, انا فاهم. لكن في الاخر الفلتر الحقيقي او اللي هو الريفرنس الحقيقي هو الناس. الناس هي اللي طبيعتها وفطرتها هي الدين والتدين. الشعب ده مسلمين ومسيحيين يعني متمسكين بالدين, واحنا ما كناش دوله كافره ولا دوله محله ولا دوله, احنا دوله اسلاميه طول عمرنا. الناس دول دوله اسلاميه. هيبقى المسلم ملتزم بدينه والمسيحي ملتزم بدينه في مصر. مفيش, ما عندناش اي دعوات للحلال ولا الفسق ولا الكلام ده خالص, واي حاجه بتروح في المجال ده احنا ضدها. لكن الفن والابداع وانك ما تعملش قيود وحدود على عقول المبدعين باختلاف انواعهم, يعني ده اهم حاجه في الدوله المدنيه الحديثه. اللي احنا قلنا بالثوره او الناس قالت بالثوره عشانها, بلاش كلمه احنا كده, الناس قالت بالثوره عشانها ان هو يبقى في حريه في ابداع في تقدم في مدنيه, مابقاش في رجعيه ولا افكار مقيده للحريات. سمعنا ان في عمل فيلم سينمائي في الفتره اللي جايه بيجسد الثوره المصريه, انك هتشارك فيه بالغنى, تكون خلفيه عنها دي؟ لا خالص, اول مره اسمع. ما عنديش فكره. يمكن مش انا, لا مش انت ولا حتى بالمشاركه بالاغنيه. محدش كلمني خالص, لسه محدش كلمني. انما لو اتعرض عليك؟ لا طبعا, طبعا مش هتعترض. لا اعترض. بالتوفيق. شكرا. نور دين. الله يخليك. الصنطة بتعمل عمل خاص بالثورة المصرية بتجسد فيه أعظم ما أنجبت مصر في العصر الحديث وهم الشهداء, وبتقدم لنا أغنية سابت أثر في وجدان المصريين كلهم, وحتى اللي بيسمعها الأطفال الصغيرين اللي ما بيعرفوش اسم المطرب اللي بيغنيها باري على لسان الجميع. تقول لنا انطباعاتك إيه عن السنة اللي فاتت في عمر الثورة المصرية, وشايف مستقبل مصر في الفترة الجاية؟ أشكرك. هو السنة اللي فاتت دي لو احنا قيمنا منها الثورة هنبقى بنظلم الثورة, لأن أي ثورة بعدها بتبقى فيه مدة من ممكن نقول انت بتغير نظام قعد 30 سنة, فعايز مدة كويسة عشان خاطر تبني النظام الجديد وعشان خاطر تقدر تحقق أهداف الثورة. أكيد السنة دي متحققش أهداف الثورة, لكن تقدمنا خطوة لقدام. عملنا انتخابات حرة نزيهة, احنا بنسمع عن كلمة انتخابات حرة نزيهة دي من أول ما اتولدنا, وعمرنا ما شفناها إلا السنة اللي في انتخابات مجلس الشعب. طبعا حاجة إنجاز من إنجازات الثورة, مجرد إن مبقاش في ترويج وبقى في انتخابات ديمقراطية هيطلع منها رئيس منتخب فعلا, ده إنجاز كبير قوي للثورة حققته. مفيش حاجة اسمها توريث, وإن مصر مش عزبة ولا محل ولا شركة يورث لابن الرئيس. الفن
او اللي احنا عملناه في الالبوم ده، ان احنا كل اللي احنا تأثرنا بيه في السنه دي، كل الاحداث المهمه اللي حصلت خلال السنه دي، وهي احداث كتيره جدا ومتعاقبه، احنا كنا كل يوم بنصحى على حاجه، هو بعض الحاجات المهمه اللي حصلت احنا كانت هي دي ردود افعالنا او ارائنا وافكارنا في اللي حصل. الانتخابات، دستور يطلع شكله عامل ازاي، الشهداء موجودين في طبعا في الالبوم برنامج البلادي، وموجودين برنامج التسمين بشكل مختلف شويه عن التناول بتاعي البلادي بشكل تاني خالص. الالبوم هو رايي الفني كواحد يعني مؤلف وملحن، رايي هو لو انا عملت مثلا مقال عشان خاطر اقول انا رايي في اللي بيحصل في السنه دي ايه، هو ده الالبوم، هي دي اغاني الالبوم. هتسمع انا بالظبط حاسس بايه او حسيت بايه طول السنه دي وعايز اعمل ايه دلوقتي. العنوان بتاعه اللي هو راجع، وفكره الصوره بتاعت الالبوم اللي عملها صديقي الشريف مختار، هي ملخص المسج اللي انا عايز اوصلها في الالبوم ده، ان حتى اللي بره مصر يرجع البلد ويبني البلد، في حين ان في ناس كتير تقول لك انا هاجر، انا همشي، يعني اللي ماسك باسبور دلوقتي ده ماشي من البلد، لكن الهيرو بتاع الالبوم او المسج بتاع الالبوم ان ده واحد بره ورجع مصر دلوقتي، راجع مش عشان بقى الكلام بتاع الانشاء اللي مصر محتاجه كل واحد ومصر مش عارف ايه، لا، عشان خاطر البلد فعلا بقى كل واحد فيها ليه حق.